جبل الفضلون من معتمد السبيخ ولاية القيروان. منطقة هادا منطقة ريفية زراعية كانت بعيدة عن التنمية وتوا ما زالت بعيدة عن التنمية، لكن فوجئ المواطنين أهل المنطقة اللي أنا من ابن المنطقة ولدها فوجئوا بأنه فما رجل أعمال جاب آليات ديتراكس باش يعمل مقطع، وانطلق في الأشغال وانطلق في استخراج الحجارة. معناها عارضوا ووقفوا دون عنف، وقفوا وقفة سلمية احتجاجية، قالوا راو جبل هذي راو نقدته منه، راو محمية طبيعية، راو فيه غابة تصرف عليها الدولة حظاير وتتججر فيها ديما في الأشجار الغابية، راو فيه كليل والدولة تعصف الكليل هذي عن طريق بعض شركات الخواص. معناها وراو المنطقة الساقوية وزيتي المواطنين ملاصقة تماما للجبل هذا، ولكن للأسف الشديد معناها وزارة التجهيز والسكان أعطاها ترخيص استثنائي مؤقت تشوبه شبهات الفساد في تناقض وفي خلاف لقانون 89 المنظم المقاطع، في تناقض وفي خلاف وفي خرق الفصل 13 والفصل 45 والفصل 63 من الدستور، في خلاف وفي تقاطع وفي معناها تناقض مع مجلة المياه ومجلة الغابات مع قانون حماية المحيط. وهذاك علاش المواطنين خرجوا وللأسف الشديد سكروا الكيس، وكساعة جات الدولة وجات وزارة التجهيز والسكان ووالي الجهة وقف الرخصة وإذنوا بإعادة النظر في الرخصة وباستدعاء جميع المتداخلين من وزارة الفلاحة ووزارة التجهيز والسكان ووزارة أملاك الدولة للنظر من جديد في هذا الترخيص المؤقت. توجهت تهمة حرية تعطيل العمل لأن السيد وقت ما تمكنش من معناها من أهدافه من استخراج الحجارة كما أعطاته رخصة استثنائية، واللي ما أعطاتوش رخصة استثنائية استخراج الحجارة قتلوا معناها مش تهيئ المكان، ولا تشكل النيابة العمومية هو شقيقه لأنه لهذا عمل شركة هو شقيقه، تشكلوا له كالجمهورية وكالجمهورية أذنت بفتح أبحاث وتعهدت بها وأحيل جملة 12 المتهم على المحكمة الابتدائية القيروان، واللي سيد كالجمهورية أذن بإيقاف 12 المتهم على المحكمة الابتدائية القيروان، واللي سيد وكيل الجمهورية ذن بإيقاف وإصدار بطاقة إيداع في حق 4 أشخاص. اليوم القضاء العادل المنصف يقول كلمة حق في الناس هذوما ويأذن بالإفراج المؤقت على المنوبين ويأخر الجلسة لنهار 5 مايو للترافع في الأصل.